اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني طبعا يعني انتوا غنيين عن التعريف، احنا عملنا ايه؟ عملنا الكفته وعملنا من نفس عجينه الكفته، عملنا كمان الحواوشي وقدمناهم مع بعض وشويه سلطات شهيه كده تفتح نفسكم، زي ما استاذ طلعت مورينا جمال الاكل الحلو بتهالي مخليكم كمان شامين الريحه وانتوا قاعدين مكانكم. يلا على طول قوموا النهارده اعملوا الفطار الحلو ده، والف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. دلوقتي بقى وصلنا للفقرة الطبية، وفقرتنا النهاردة برعاية فيتارم جلوبال، وحبيبتي اللي دايما دايما في أول الأسبوع بتنور لي وبتنور لي الأسبوع كله، خبيرة التغذية مي سمير. ازيك يا مي؟ عاملة ايه يا قمر؟ ازيك يا روحي؟ وحشتيني. دايما لما أقول كيوت بيعرفوا إن أنت على طول يعني. أنت عاملة ده بقى؟ أنا عايز أعرف عذاب. هنقاوم ازاي طيب؟ عذاب. بس ايه بقول لك ايه؟ مشويات بقى اهي، هي أي نعم فيها ليا؟ لا براحتنا. بصي هقول لك حاجه، يعني فيها ليا وفيها حاجات من دي، بس الريحه بصراحه لا تقاوم. وبعدين احنا ما عندناش مشكله مع كل الكلام ده، يعني احنا تعودنا مع فيتارم جلوبال احنا ما عندناش اي مشكله مع الكلام ده. صح كده، احنا هناكل كل اللي احنا عايزينه. بصوا مية هتعيط، انتوا عارفين لو مش في رمضان. انا قلت لها قبل الحلقه انا هاخد كفتايه فجاه كده ومحطاها في الطحينه دي، ما حدش تقول لي انا فجاه كده حاسه ان انا بتكلم هاخد كفتايه احطها في صاله الطحينه و احنا لا. تعودنا ان احنا مع فيتارم جلوبال. لا بصي يعني ما فيش حاجه، عادي احنا تعودنا مع فيتارم جلوبال احنا بناخد الكورس بتاعنا تمام وبناكل كل اللي احنا عايزينه. حلو جدا. هو بقى ايه هيقوم بشغله، انا ايه معايا حاجه هتظبط لي الدنيا كلها من غير ما اعمل اي مجهود. تمام. النهارده بقى انا طالعه بصراحه يعني بصراحه متفائله جدا بالمنتج اللي معايا النهارده. المنتج النهارده عملت لك ميكس حلو قوي بين كورسات مختلفه جمعتهم مع بعض، هيجوا مع الناس من الاخر. يعني بقى احنا ما عندناش وقت دلوقتي، داخلين على العيد عايزين بقى لو وزننا زاد الفتره دي نلحق ننزل الوزن ده، والوزن كان قبل كده كمان. لو ده يعني لو وزننا زاد يعني ده ما بياخدش الكورسات ومحافظ على نفسه زمانه دلوقتي بقى ضعف مثلا، دي اقل حاجه. احنا يعني كل ده هنحله ان شاء الله في وقت قياسي جدا، وقت قليل جدا. وانا مركزه الفتره دي اللي هو الاسبوعين دول اللي هم قبل العيد، ان انا ان شاء الله اللي هياخد الكورس معانا الفتره دي قبل العيد في خلال اسبوعين ان شاء الله هيلاقي فرق فظيع جدا. قبل العيد عايزه اقول حاجه للناس برده، يعني لو حد مثلا بيشتري لبس العيد دلوقتي او كده، يعني لو هتاخدي الكورس شوية. لا ما تستنيش بقى، هاتي لبس العيد وهاتي سايز اصغر، هاتي مقاس اصغر نمره من دلوقتي. شوفوا يا جماعه الثقه، ده والله لا فعلا يعني دي ثقه بجد يعني. ودايما ده اللي احنا متعودين عليه مع فيتارم جلوبال، يعني لو انتوا دلوقتي بتجيبوا لبس العيد لا يا ستي هاتي المقاس الاقل، وعلى طول اتصلي بالارقام اللي موجوده على الشاشه خدي الكورس الميكس اللي بتقول لنا عليه مية. انا مش هسيبها، انا هفهم دلوقتي يعني ايه ميكس بالظبط وقصدها ايه، وبتقول لكم في الاسبوعين دول هتكونوا نزلتوا مقاس اقل. يعني لو انا بلبس 2 اكس لارج لا هيبقى اكس لارج بالظبط. صح كده. بس احنا خلاص هناخد الكورس مثلا بعد 3 ايام دلوقتي مثلا هنطلبه هيوصل لنا، هنمشي عليه الاسبوعين الباقيين دول بانتظام بطريقه منظمه جدا، وهلاقي النتيجه من اول اسبوع. يعني بعد اول اسبوع هبدا الاقي مثلا نفسي نزلت مثلا حوالي 5 كيلو لحد اخر الاسبوعين دول مثلا قولي 8 ل 10 كيلو. يعني احنا نلحق دلوقتي جداً. على طول نتصل طبعا علشان نلحق الاسبوعين دول نستغلهم. انا عايزه اقول لك ان النهارده بقى الميكس اللي انا عملته ده، احنا قبل كده طلعنا الاسبوع اللي فات قلنا ان انا جبت ان شاء الله المنتج ده منتج اول مره ينزل في عالم التخسيس سواء في مصر او بره مصر. تمام. جبت الكورس الاساسي وحطيت معاه كورس كمان نحت. عايزه بقى اقول لك ان انا جبت اقوى منتج نحت نزل معايا قبل كده وضفته للمنتج ده. يبقى احنا كده عملنا ميكس بين اتنين، كورس اساسي اللي هو اقوى حاجه نزلت عندي، وجبت لك الكورس الثاني اللي هو بتاع النحت والتثبيت ومنطقه البطن، ده كان اقوى حاجه برده من ناحيه النحت مع بقيه الكورسات. تمام. جمعتهم مع بعض النهارده عملت ميكس حلو جدا للناس، حاجه امنه وهتجيب مع الناس من الاخر. يعني ان شاء الله احنا قلنا من اول اسبوعين دول هنلاقي على العيد باذن الله هنلاقي وزن حلو جدا نزل ومنطقه البطن نزلت. يعني مثلا لو انا عندي مشاكل في منطقه البطن عشان شكلي لبسي مش عارفه البس كذا، لا عادي احنا خلاص ان شاء الله الكورس ده من اول اسبوع اول حاجه بيبدا يركز عليها المناطق اللي فيها تجمعات دهون عنيده. فهتلاقي كل اللي ده عنيده يعني اللي ما بتنزلش خالص اللي بقى لها سنين عماله تتكون واحنا ما فيش فايده فيها بالظبط، ده بقى بيركز جدا عليها. ده اقوى حاجه فيتارم جلوبال طلعت بيها المنتج بتاعنا اللي هو بتاع النهارده ده. حلو جدا. انا باخد النهارده معايا باخد الكورس اللي هو الاساسي هو اخر حاجه نازله معايا فيتارم جلوبال كبسول نقط اعشاب.
كلهم جداد ومناسب تمام؟ جدا فعلا فعلا للوقت الضيق قوي جدا اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو قبل العيد على طول. انا عايزه انا اهم حاجه عندي ان الناس تلاقي نتيجه على طول عشان خاطر تتشجع انها تكمل. انا وانس ان انا لقيت عندي نتيجه في الاول فهتشجع ان انا اكمل لحد الاخر. لقيت نفسي مفيش نزول، النزول بطيء جدا، مش هكمل كيلو في الاسبوع ايه يعني، هتحسي ان انت في احباط فمش قادره ان انا اكمل. بالظبط. فانا النهارده الكورس بتاعي بيسد الشهيه جدا، بقول عنه ان هو كابح للشهيه. ليه كابح للشهيه؟ الوصف ده قوي جدا، يعني حد مهما كان عنده شهيه عاليه، مهما كان بيحب الاكل جدا، يعني هتاخدي الكورس ده ان شاء الله. ومع اول كبسوله بقى، مش بس اول اسبوع، اول كبسوله هبدا احس بالفرق ان انا مش جعانه. طيب هل الكورس ده فيه اي كيميكالز؟ هل فيه اي مواد كيميائيه تاثر عليا تعمل بقى التهاب في المعده، تعمل صداع، ارق، اي حاجه؟ مش الكلام ده نهائي. الكورس بتاعي النهارده كله اعشاب طبيعيه، امن جدا لانه كله مواد طبيعيه، مواد طبيعيه اعشاب، الياف، فواكه استوائيه. انا مهما قعدت مثلا العب في المنتج شويه، اغير فيه حاجات، ازود حاجات، بس في الاخر بعمل في حاجات ايه طبيعيه. يعني لو زودت ماده معينه، زودت اعشاب معينه، نوع فاكهه معين، كله في ايه، كله في حاجات كلها مع بعض اعشاب طبيعيه. طب ناخد بس مونانسي على التليفون عشان بقى لها كتير. مونانسي اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا، عامله ايه؟ الحمد لله. انا بعتذر لك، عمالين والله يقولوا لي من بدري، بس ما هي كانت بتقول فعلا كلام مهم. ازيك يا مونانسي؟ الله يخليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. هكلم الاستاذه مي. اتفضلي، معاكي، اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذه مي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا مونانسي اللي كنت بتابع مع حضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي. والله انا عايزه اشكرك على المنتج الجديد. انا مش هقول لك عمل معايا ايه. انا كنت 116 ونزلت 25 كيلو في شهرين واسبوع. حلو جدا ما شاء الله. انا بصي، ناس كتيره جدا كانوا من البلد وجايين، كنت عامله لهم عزومه، اي نعم ساعات عشان الكورونا وكده ما بننزلش وما بنروحش في حته. ايوه. وجم بقى عندي مع، يعني بصي كنت لابسه لبس الخروج، هم مش يعني كانوا بيسالوا عليا. بيسالوا عليكي، مش عارفين ان انت دي، مش عارفيني والله يا شيف هذا. ما شاء الله، يعني بجد يعني انا بشكرك جدا ولسه كمان مكمله. ومش هقول لك بقى في البيت انا بعمل ايه، يعني انا كنت لا مؤاخذه كنت بمسح بالشرشوبه كده، دلوقتي بقيت اوطي لا مؤاخذه امسح بالخيشه. يعني انا مش هقول لك الحمد لله، يعني والله يشفيها لك. يعني هي قصدها الاول ما كانتش بتقدر توطي، ما بتتحرك كتير في البيت. دلوقتي يا منانسي بتتحركي بمنتهى السهوله. احنا بندعي لك برده يا شيفها لك والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، وبنشكر الفريق الطبي والاستاذه مي صراحه. يعني ربنا يخليك يا منانسي، ويلا كملي واتصلي ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا حبيبتي بالصحه والعافيه يا رب. اللهم امين. يا جماعه اللي عايز يشوف التجربه بتاعت ام نانسي، وكمان نحصل النهارده على عرض النهارده المقدم من فيتارم جلوبال، عرض الميكس زي ما مي قالت لنا. عندكم ارقام التليفونات على الشاشه، ارقام التليفونات الوحيده عشان اقدر احصل، وانا متاكده ان المنتج اللي جالي ده هو المنتج الاصلي الوحيد في السوق دلوقتي، الامن جدا، فعال جدا جدا، زي ما مي بتقول لكم من اول كام يوم هتحسوا على طول بالفرق، مش من اول اسبوع. عندكم ارقام التليفونات على الشاشه، زائد الصفحتين على الفيسبوك، اقدر عن طريق الصفحتين اخد العرض بتاع النهارده، اطلبه عن طريق الصفحتين، اطلبه عن طريق الارقام، وهنزل لكم دلوقتي الصفحتين قدامكم. نبدا بقى ناخد الخطوه خلاص بقى، يعني فكره بالزبط. ان انا جربت كذا منتج قبل كده، عملت دايت، عملت رجيم، عملت كذا حاجه ومفيش نتيجه. او مثلا في ناس عندها مشكله ان هي ايه، زي مثلا عملت دايت او خدت كورس معين، اول اسبوع حلو جدا نزلت 3 كيلو، وبعد كده ثبات في الوزن رهيب. مهما عملت، كثفت الجرعه، قللت اكلها، عملت اي حاجه، ثبات في الوزن فظيع، ما بتنزلش بقى خلاص، خلاص وزنها ثابت على كده، مفيش نزول تاني بعد كده مهما عملت مجهود. فاحنا المنتج بتاعنا النهارده بيكسر موضوع ثبات الوزن. لو وزنك ثابت بقاله فتره طويله، بقالك سنين مش عارفه تنزلي، جربتي كذا حاجه قبل كده، لو خدتي اي منتج تغذيه قبل كده بقى، احنا ما لناش دعوه بالمنتجات دي خالص. لا النهارده حاجه مختلفه خالص. زي ما بنقول ان المنتج فيتارم جلوبال هو المنتج الاصلي الوحيد اللي موجود في السوق. خليكم دايما فاكرين الكلمه دي. وليه بنقول عليه امن؟ وليه بنقول عليه فعال؟ امن علشان هو كل مكوناته أعشاب طبيعيه، اعشاب والياف طبيعيه ومكملات غذائيه. كمان في حاجه، الناس اللي عندها سنه وراثيه بتقول لك دي حاجه وراثيه فمفيش بقى ليها حل، الكلام ده مش موجود نهائي، مفيش الكلام ده عندي خالص. انت الكورس بتاعك اللي بتاخديه ده بيركز على منطقه تجمعات الدهون ايا كانت بقى، يعني سواء بقى سنه وراثيه، ايه السبب انا ماليش دعوه خالص. انا دلوقتي بركز لك على مناطق تجمعات الدهون، بقضي على الخليه الدهنيه تماما. ماشي. لو في ضغط، لو في سكر، لو في كوليسترول، في منتجات مخصصه للناس دي برضو. بالزبط. عادي جدا. بيظبط معايا السكر والضغط، بيحسسني ان انا جسمي مسنود عشان في فيتامينز وحديد وكالسيوم. فالمنتج بتاعي النهارده لما تاخدي منتج كله اعشاب طبيعيه والياف، فواكه استوائيه،
توت بري بيعلي معدلات الحرق، مانجو افريقي، عشب الكوجك، ده حاجه كل دي المكونات بتاعه الكورس تملى معاكي المعده، وفي فيتامينز وحديد ومعادن. كل الحاجات دي مع بعض لما تلاقي حاجه بتسد معاكي الشهيه فاكلك يبدا يقل شويه برده، وفي نفس الوقت نفس الحاجه دي بتعلي معاكي معدلات الحرق، يبقى انت كده بداتي تنزلي دهون اللي هي الاساسيه. ولو في اي اكل تاني بناكله وفي دهون بيبدا ايه يتخلص من الدهون الزايده دي، بيتخلص منها اول باول، يعني ما بترجعش تتراكم تاني في مناطق تانية. فاحنا طيب. كده عاملين ايه، عاملين ميكانيزم، يعني احنا بنسد الشهيه ونعلي معدلات الحرق، وفي نفس الوقت الجسم بينزل بشكل منحوت بشكل سليم وشكل بسيط. ما نزلش وبعد كده الاقي مثلا الوزن شكلي وحش، في مثلا مناطق فيها تنايات في جسمي، مناطق فيها تجمعات دهون لسه ما نزلتش بس جسمي نزل، الا مثلا منطقه البطن مش الكلام ده خالص. كل المناطق اللي فيها دهون بتنزل مع الجسم كله. والنهارده الكورس اللي هو بتاعنا ده انا النهارده عامله عليه خصم 70% لاول 50 متصل، اللي هو كورس النكس ده عاملين خصم النهارده بس عليه لاول 50 متصل خصم 70%، وبقيه الناس لحد بالليل خصم 50% والشحن مجانا. تمام. الناس بقى اللي هي بتبقى عندها مشكله بتقول لك مثلا انا من تحت بس مليانه ومن فوق جسمي رفيع. لا استني، هنقف هنا عند المشكله دي عشان ننزل بس الصفحتين الشركه على الفيسبوك. يلا بينا ننزل اول صفحه، فيتارم جلوبال. عندنا فيتارم جلوبال بالعربي وفيتارم جلوبال بالانجلش، زائد ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. اتصلوا يا جماعه دلوقتي على طول عشان حتى تكونوا من اول 100 متصل، مش كده يا مي؟ 50 متصل. بصي عشان انا كريمه شويه، احنا عاملين خصم حلو قوي والله، يعني 70% خصم تحفه يعني. طبعا. فاحنا ان شاء الله من اول 50 متصل يلحقوه باذن الله، والباقي لحد بالليل خصم 50%. تمام. والشحن مجانا لكله، وطبعا المتابعه كده كده مجانا. طبعا مجانا، ودي حاجه بالنسبه لي اساسيه، معاكي متابعه كل اسبوع، انت قاعده في بيتك ومعاكي الدكتور بتاعك. قاعده في بيتك ومعاكي خبير تغذيه، اي وقت ترفعي سماعه التليفون عندك اي سؤال، عندك استفسار، لخبطتي مثلا في طريقه استخدام الكورس، عندك اي مشكله معاكي على طول 24 ساعه. والناس اللي بتبعت لي رسائل على الصفحه بتشتكي ان الرقم ما بيجمعش معاها او الرقم على طول مشغول، ده ضغط تليفونات يا جماعه ما شاء الله، يعني على الثقه الكبيره اللي فيتارم جلوبال بنتها بينها وبين الناس، اللي تلاقي رقم مشغول او ما بيجمعش تطلب التاني والتالت، اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم دي كلها على الشاشه والصفحتين كمان على الفيسبوك. طيب كنا بنتكلم بقى عن ايه؟ عن لو في حد وزنه من تحت بس مليان مثلا منطقه البطن والجناب والارداف، ومن فوق هي مثلا كتفها رفيع ومفيش مثلا كتف او كده، يعني صغيره من فوق ومن تحت مليانه شويه، فعندها مشكله بتقول لك طب انا بقى هخس وهخس من فوق اكتر فشكلي هيبقى اوحش. مفيش الكلام ده، احنا قلنا الكورس بتاعنا بيركز على منطقه تجمعات الدهون. لو منطقه تجمعات الدهون من تحت احنا بنركز على تجمعات الدهون، اصل احنا يعني مش بنسحر، احنا فعلا هو ماشي بميكانيزم كده، انت ماشيه الكورس بيركز على المنطقه اللي فيها تجمعات دهون زياده، فبالتالي بنزلها لك ايا كانت بقى المنطقه وايا كان السبب. طب ناخد لمياء. لمياء اهلا وسهلا. صباح الخير يا سهيلا. يا صباح الفل، ازيك يا لومي، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا قلبي. وانت طيبه والله، متحرمش منك ابدا، تعيش. انا بس عايزه اطلب منك طلب، هو انت ينفع تقولي لي طريقه الحمام؟ ويعني عايزه اعرفها وعايزه اتكلم استاذه مي. حاضر. طب قولي لي الاول الحمام ايه، المشوي ولا المحشي؟ رز بقى، كبد وقوانص؟ لا المحشي. طيب ناخد السؤال الطبي الاول، وبعد كده بكره ان شاء الله فقره الطبخ هجاوبك من عينيا الاثنين. حاضر حبيبتي. استاذه مي صباح الخير. اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. انا بس عايزه اشكرك على المجهود اللي انت عملتيه مع اختي، وبصراحه انا ما كنتش متوقعه ان هي توصل للنتيجه دي. هي خلصت الكورس، كانت اخدم كورس الشهرين ومتابعه مع حضرتك. تمام. ونزلت 22 كيلو في الشهرين دول. وابو خلاص هي كده هتثبت معاكي. وبصراحه انا اتشجعت قوي، ده كان حافز كويس جدا ليا، لان هي تقريبا ما كانتش بتاكل خالص، يعني كانت بتقعد بثلاث ايام ما بتاكلش خالص، دي حاجه شجعتني. فانا ليا كورس مناسب، انا وزني 90 وطولي 160، وبصراحه عايزاكي تتابعيني وعايزه اخد الكورس ده معاكي. طيب في اي امراض؟ كورس مناسب ليا؟ عندك اي امراض؟ في مثلا ضغط؟ بصي هو انا عندي ضغط، بس الضغط ده يعني عرضي مش على طول، بسبب الحاله النفسيه والعصبيه وكده. تمام اوكي، مفيش اي مشاكل. طيب مي هتجاوبك حبيبتي،
فيني واسمعيها بقى عن طريق التلفزيون واعرفي الاجابه. بس برضو يا جماعه لازم تتصلوا بالفريق الطبي عشان ياخد كل بياناتنا بقى بالتفصيل. بالزبط. هو مبدئيا انا بس عشان خاطر بحدد لها منتج معين لازم اعرف الحاله الصحيه، سواء في ضغط ففي كورس مخصص للضغط، في سكر، في كوليسترول، في اي حاجه من دي في ليهم كورسات مخصصه، فما عنديش اي مشكله. وطبعا كوزن 90 ده حاجه بالنسبه لي بسيطه جدا، لان احنا الكورس بتاعنا اول حاجه في كورس شهرين ده بينزل حوالي 25 كيلو في الشهرين. تمام. لو حد وزنه فوق ال 100 عايز مثلا ينزل حوالي 35 كيلو بياخد الكورس اللي هو الثلاث شهور. تمام. انا كمان بقول برضو على كورس الشهرين ده في برضو ميزه، يعني انا ممكن ساعات بسميه كورس الاصدقاء. ليه؟ ممكن مثلا انا واختي ناخده، انا وصاحبتي بنجيب الكورس ده بالكورس اللي هو اللي عليه الهديه ونقسمهم مع بعض. في كورس ثلاث شهور ده ثلاث كورسات كاملين، تسع علب، ثلاثه كبسولات، ثلاثه نقط، ثلاثه اعشاب. ده برضو بسميه كورس العيله، يعني لو احنا ثلاثه مثلا ممكن ناخد الكورس ثلاث شهور ده ويتقسم علينا احنا الثلاثه. فاللي هو انا استفدت برضو من الخصم بطريقه اكبر وايه ووزني برضو نزل بشكل حلو جدا، ودخلنا تحدي حلو كده مع بعض كده. مين هنشوف هنكون في الاول او في العيله؟ نشوف بقى مين ومين ملتزم ومين هينزل اول. بتبقى فيه في روح حلوه. يعني مهمه بقى قوي عايز اقول لك عليها، الناس اكبر مشاكلها منطقه البطن. فانا ما اقدرش ان انا انزل الوزن كله واسيب لها منطقه البطن، احنا كده بنهزر يعني. طب تعالي نشوف الصوره دي واحنا بنتكلم مع بعض. يلا يا جماعه ننزل الصوره، صوره حاله معانا. احنا هنا برضو احنا بنشرح للناس ازاي برضو الوزن بينزل بشكل ايه سليم. احنا لما الوزن بينزل بنلاقي منطقه البطن نزلت، مفيش بقى جسمي نزل ولسه فيه بقى كرش او الكلام ده خالص. فاحنا مع المتابعه بناخد متابعه اسبوعيه، التليفون معايا على طول، بمشي على الكورس بطريقه سليمه جدا، بلاقي وزني نزل بشكل حلو وبشكل سليم. من غير ما الاقي ايه ترهلات بقى في مناطق معينه او كده، زي ما احنا شايفين كده قدامنا قبل وبعد. ما شاء الله عليه، يعني الجسم فعلا نزل كله يا مي. وهقول لك حاجه برضو، انا الناس دي اللي هي بتبدا تاخد الخطوه وتمشي معانا بطريقه بسيطه كده ومتابعه على طول، والله الناس دي انا فعلا بحييها ان هم بداوا ايه، ان احنا خلاص قررنا ان احنا هننهي بقى موضوع السمنه وزياده الوزن. ده خلاص انا هبدا من النهارده اخد الخطوه، ان شاء الله هلاقي نتيجه، فهتشجع ان انا اكمل. طبعا اكيد، ولما النتيجه تكون سريعه تديني كمان طاقه وتديني امل ان انا بقى اكمل على طول باذن الله. يعني ان شاء الله زي منانسي كده مثلا ما اكيد. الناس اللي هي عندها مشاكل في منطقه البطن، في ناس ممكن تكون وزنها حلو بس عندها منطقه الكرش دي مضايقاها جدا، فانا الكورس بتاعي النهارده بتاع النحت والتثبيت ومنطقه البطن اللي هو الكورس معايا الهديه ده بينزل منطقه البطن ان شاء الله في اول اسبوعين. في ناس بيكون عندها مشكله البطن مع الجناب، فتحس ان هم حاسس ان هو لابس حزام، فمنطقه دي مضايقاه وحاسس فيها بتقول كانه حزام. فدي ان شاء الله دي منطقه دهون عنيده شويه. فاحنا بنخلص منها على طول، لو فيها 6 7 كيلو في المنطقه دي على طول ان شاء الله بننزلها من غير اي تعب. يعني ده موضوع سهل جدا بالنسبه لنا عن طريق الكبسوله اللي هي بتنزل تفتت الدهون على طول. في ناس عندها مشاكل بيبقى عندها تكتلات دهنيه في منطقه الظهر من فوق، فالحتت دي كلها برده بتنزل مفيش اي مشكله خالص. لو برده راجل في بقى في كرش او كده متضايق منه، المنتج بتاعنا مناسب جدا مفيش اي مشكله، منطقه البطن بتنزل معانا على طول من غير اي تعب، من غير ما نحرم نفسنا من اي حاجه. لان انت بتاخدي كورس بيسد معاكي الشهيه، هتاكلي كميه اكل قليله جدا، حوالي مثلا 20-30% من اكلك الطبيعي. هبدا اقلل اكلي وفي نفس الوقت معايا النقط بتاعتي والاعشاب بتاعتي، هتعلي معايا معدلات الحرق من الناحيه الثانيه. حلو جدا. فانت بقى بتاخدي حاجتين بيعملوا بالانس مع بعض بيظبطوا لك الدنيا. على اخر الفتره هلاقي نفسي ان شاء الله نازله حوالي من 20-25 كيلو، ده كورس الشهرين بس. الثلاث شهور بينزل حوالي من 30-35 كيلو بالطبع. ده بقى للاوزان اللي فوق ال100. فوق ال100 يناسبهم اللي هو كورسين وعليهم كورسين دي. بدل ما اجيب واكرر تاني، لا ده باكج كده على بعضه باخده، بينزلني بقى على طول ومعاه تثبيت ومعاه نحت، يعني بنزل وزني واثبت على كده من غير بقى ما اطلب كورس تاني بعديه تثبيت او اي حاجه. شكرا يا مي. ميرسي شرفتيني حبيبه قلبي، واتمنى ان شاء الله الكورس اللي هو الميكس اللي مي قالت لنا عليه النهارده بالخصم بتاعنا النهارده بالخصم بالعروض بتاعتنا، الشحن مجانا والمتابعه مجانا والخصم 70% الاول 50 متصل بسرعه دلوقتي. يلا اتصلوا على الارقام اللي موجوده قدامكم واطلبوا العرض بتاع النهارده وابتدوا عشان الاسبوعين دول تدخلوا على العيد بقى ان شاء الله حد تاني خالص باذن الله، ويا رب دايما يديكوا الصحه والعافيه يا رب. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره سيبكم في رعايه الله.